مستيات بيتنا سلام انت عنان نعاكم يخون عمل عالم كنكم نمستيات بيتنا عم كتتال تركب وكبرات تخاتات لتنا كما يتوعلو عسر تسلستة سنة خلت شحن عسران كلتن زدال نايو تحسطو مدبنا حجي يجمرالو نايلو مي تحسطونا نبوزحات نتصور من انتخخون فتسام قدات انباس امريكا افس مرا مس اريسات افس قبرو ركب زهبو نا انجليزينيا مدره ناب تقرينيا كايرنا يلنا سنلاي مكتتال Hello from Asmara. Kamei welcome. The handle? Dawid Isaac. Sayum Tsahaye. Dawid Habtu Mikael. Mateus Habtu. Fisaye Joshua Johannes. Emmanuel Asrat. Temezgen Gebreyesus. Saeed Abdul Qadir. Yusuf Muhammad Ali. Medhani Haile. Gebrehiwat Keleta. Salam Yangis Bayane. حمد محمد سعيد صلاح الجزيري أبس مرا خوينة سلامي بلاكم كما يوعلكم دحندو ستيفن ووكاري فتسام قدايات إنباس أمريكا أبس مرا أبزو على خساتف عدمز لزغربكم لي أزي مسجن لومي مساخون بمهلاوي دسي بلني نتسانت برس أبي مسرح مهنات ديموكراسي زتساوتا ترا عبيو كدمنا أمئتاوي جن حدا نقر كنتسر عف كمزة أمثلة سيمبوزيوم مستاف عبر أسرار رحى دبلوماسي أمريكا أزيو لمودن ذات أنحى نجارني. نا أمريكا دبلوماسي عبر عنكل إتم عماماتو نت أحسابات أرأياتات مسمع كخون كله. إذا نمع كانت زينة بوليتيكا ودبات أوفرتن ترازيجاتات يتقلل. إسك بزعباتي أنا أبزو على زي بمستافي عبر محبراوي مرة خبيتات زلو نقفيتات جل خبل. قالوا هابتر إيتو لومي أنا أبزو على بمهلاوي إيرتراوين تقاومتي دقف كم زهبكن كم أون أمريكا أبي إيرترا منغستي نايم غيار بوليسي كم زلوا إيقلتو زم أبها هلاتات زياتهم جن كلتي أم كون عتاي كونن إيريسات نا إيرتراوين معكن زينة أبي ملع علم نزلو إيرتراوين كأ زينان حبريتان بمهاب تقلقل إيريسات نايب علم زخونة بولوتيكاوي مرغتن اتحسا سباتاتن كهلوامي خاليو آنة أبزو على بمستافيت رحقن مسنا إرسات حسابات يسامع معي مالتن أميريكا خا نتقومتي إرتراوان دقفته بيا مالت آيكونن نا إرتراوان زعباتات بإرتراوانيم زو السنو حدا نقر كنقركم مساخم كزرارب فقادن يقدم مخاني أبي منقستاويت مدبر تلفزيون إري تي في حسابي كهب حتي تانيرة تقبال النتقن أي رخبكن كدم قال أوارحون نناي منغست غازيتا إريتريان بروفايل نتي أقدمهم تزرقحوه أبي لعلي بوليسي أمريكا جيغا رديئت سحازي تصحفهم كأرموه حتى حتي تانيرة ملسقن أيتوها بنن زلاخكوه تصحفون أيت حتمن كدم حد عمتا بيلو مثل منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال ترخي بنيرة ناي منغست إرترا مع كانات زينا نناي إمباسي أمريكا أبي إرترا ما أكلاوي من كسقاسن بأي ستحفو صحفاتن لكع كمتم أبي أسمرا زركبو نايكالوت حقرات أمباسادرات مثل هزبي إرترا كرخبو عدل استوهبهم حاد عدل كوهبني نزغرب كوت ألب وحسنت أيرخب كلن أبي إري تي في يخون أبي غازيت إريتريان بروفايل قريبة نايمنغست أمريكا بوليسي أبي لعلي إرترا مبره كهب وترو بحقوس زقبالو قدايو بعين أمريكا نتأنت برس أبي مسرح مهنات ديموكراسي لعل ترى اللوو بوليسي أمريكا خاء نتأنت برس لعل قلبو هبئيو من دقيقاف زقبر نايم باسي أمريكا أبي سمرانة فيسبوك قد تكتاتلوون تدا أخونكم منقست أمريكا نتأنت برس وي نتأخونك حساب كالي مقلات مسل نها قرات ناب ديموكراسيون كتباون عوض زبتسح دل ديليو إلو كمزا أمن مردائي كال عبر فيسبوك زلو قالوا هابتر إيتو حدا حدا أوان نسب أو مسالات دوب مبالي نسخة أمباسادر ديخا ولا تحلق سب أو مسالات النابلو ينقفنيام أنا خاء كلتي أو كخون داسي بلاني نحنا أرأيا كنكون سلان دالي نتي عبنا فيسبوك قطنا زو هابر إيتو تاتهزبي سانسور أين قبرانينا ولا نتي مثل بوليسي منقستة أمريكا زي سما معر إيتو تات كم زلو وإنا نحدقو إتزي نتساورون كاب ناي فيسبوك قدسنا ندم سسور إيتوتات إتي عالي تاوي تحستون بعلوك قالات زلوون ترحيو بنات أن نتزفستو حسابات امن خورنع ناي ديموكراسياون كتباون عبيد حانتها قريم حابريت أمركاب
ጥዕና ዘለዎ ፖሊሲ ንኽትውስን ይሕግዝ። ነፃነት ፕረስ ንዘይፍትሓዊ ኣሰራርሓ ክስንድ፣ ንዝፍጠር ብልሽውና ኸቃልዕ፣ ንተነፅሎ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ውሕዳን ጉጅለታት ፀገማት ይርኢ፣ ዝበኸሩ ህዝባዊ ኣገልግሎታት የመዓራሪ፣ ብኣባላት ፀጥታ ዝፍፀሙ ግፍዕታት ናብ ህዝቢ የቕርብ፣ ብተወሳኺ እውን ዘይፍትሓዊ ናይ ዕዳጋ ኩነታትን ኣካይዳ ገለ ብልሽዋት መራሕትን ብምርኣይ ጸብጻባት ዜና ብምስራሕ ክመዓራረዩ ዘለዎም ጉዳያት ይሕብር። እዚ ከዓ ንለውጥን ዕቤትን ሓጋዚ እዩ። ሎሚ ብደረጃ ዓለም መንግስታት ንነፃነት ፕረስ ብዙሕ ፀቕጢ ዝፈጥሩሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ንጋዜጠኛታት ብምፍርራሕን ብምእሳርን ከዓ እቶም ጋዜጠኛታት ስርሖም ጥራሕ ብምስርሖም ይቐፅዕዎም። ኣብ ዓመት 2021 ጥራሕ ብደረጃ ዓለም 293 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም 16 ኤርትራውያን እዮም። ኣብ ኤርትራ ነፃነት ፕረስ የለን። ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ እዩ። ኣብ ኤርትራ ነፃነት ፕረስ ይኹን ብሓርነት ሓሳብካ ምግላፅ ስለ ዘይከኣል ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳያቶም ብነፃነት ክዛረቡ ኣይክእሉን። ኣፍልጦ ዘለዎም ዓበይቲ ኣወፈርቲ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድለት ነፃ ሓበሬታ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክገብሩ ኣይክእሉን። ግቡእ ሓበሬታ ስለ ዘየለ ዜጋታት እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዝሕዙ ወይ እንታይ ከም ዝኽተሉ ምርኩሶም ወረን ዕላላትን ጥራሕ እዩ። ኤርትራውያን ከም ኩሉ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ሓሳባቶም ነፃ ኮይኖም ዝገልፅሉ መድረኽ ክፍጠረሎም ኣለዎ። በዚ ከዓ መንግስቲ ዝሕንፅፆም ፖሊሲታትን ውሳኔታትን ብቐጥታ ተሳተፍቲ ክኾኑ የኽእሎም። ኤርትራውያን በላሕቲ ህዝቢ እዮም። እቲ ተሪፉ ዘሎ ድምፆም ምስማዕ፣ ክገብርዎ ዝደልዩ ክገብሩ ነፃነት ምሃብ፣ ክብልዎ ዝደለዩ ክፅሕፉ ሓርነት ምሃብ እዩ። ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝፃወር ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ። ግንቦት 3 ዓመታዊ ዝኽበር ናይ ነፃነት ፕረስ መዓልቲ እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ናይ ኤምባሲና ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣስማት ገለ ኣብ ኤርትራ ተሓይሮም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ለጢፉ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ደጊመ ኣስማቶም ብምዝርዛር ፈጺምና ከም ዘይረሳዕናዮም ንዓለም ክነግረ። ዳዊት ኢሳቅ፣ ስዩም ፀሃየ፣ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል፣ እዚኦም ንፉዓት ኤርትራውያን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ናይ ጥዕና ጸገማት ኣለዎም። ጽንዓት ክገብሩ ክንጽልየሎም ኢና። ማቴዎስ ሃብተኣብ፣ ፍስሐ ዮሃንስ ጀሽዋ፣ ኣማንኤል ኣስራትን ካልኦትን ኩሎም ልክዕ ከመና ቤተሰብ ኣለውዎም። ተመስገን ገብረ የሱስ፣ ስዒድ ዓብደልቃድር፣ የሱፍ መሓመድ ዓሊ፣ መድሃኔ ሃይለ፣ ኣነ ከመቦ መጠን ይርዳእኒ እዩ። እዚኣቶም ውን ኣቦታት እዮም። ደቆም ክዓብዩ ሓዳር ክገብሩን ክወልዱን እንከለዉ ክርእይዎም ኣይተዓደሉን። ገብሪ ህይወት ቀለታ፣ ሰላም ይንገስ በየነ፣ ሓምድ መሓመድ ስዒድ፣ ሰላሕ አልጀዚሪ፣ እዚኣቶም ጀጋኑ እዮም። ታሪክ ክዝክሮም እዩ። ንሃገሮም ዓብ ውዕለት ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ ክቡራት እዮም። ነዚኦም ክንዝክሮም ኢና። ኣስማቶም ክነልዕሎ ኢና፣ ክንጽልየሎም ካ ኢና፣ ኣብ ልብና እውን ከነስፍሮም ኢና። ኤርትራውያን ምሁራትን ስነ ጥበባውያንን ልክዕ ከምቶም ጋዜጠኛታት ሓሳቦም ብነፃነት ክገልጹ ኣለዎም። ብዘይካዚ ብG15 ዝፍለጡ ብሰንኪ ንመንግስቲ ምቅዋሞም ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝተኣስሩ ኣለዉ። በዚ ኣጋጣሚ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን እዞም ውልቀ ሰባትን ካልኦት ናይ ሕልና እሱራትን ብህፁፅ ክፍትሑ መፀዋዕታ ይቐርብ። ማእሰርቶም ነዊሑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብ1997 ጸደቐ ቅዋም ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ንጽውዕ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኣህጉራውያን ሕግታት ተኸቲሉ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት መሰሎም ክሕለወሎም ይምሕፀን። ነፃነት ፕረስ እውን ክሓስበሉ ንጽውዕ። ከምዚ ብምባልና ከም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ጣልቃ ምትእትታውን ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከም መሳርሒ ፖለቲካ ክንጥቀመሉ ስለ ዝደለና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኤርትራውያን ዝተረጋግአ ናብራ ክነብሩን ክምዕብሉን ስለ ንምነይ። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢንታ ዘይብላ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን። ዝኾነት ሃገር ፍፅምቲ ኣይኮነትን። ንሕና እውን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ። እቲ ዓብ ቁም ነገር ነዚ ኣሚንካ ዝሓሸ ፍትሓዊ ኣካይዳ ምኽታል እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ንሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት በትፈጢርኩሞ ዘለኹም ንኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብኹም ሓበሬታ ናይ ምቕባል ስራሕ ከመስግነኩም ይደሊ። እዚ ማለት ግን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እዚ ኤምባሲ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኤሪሳት ሓሳባት ይሰማማዕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ንሕና ንነፃነት ፕረስ ኢና ነተባብዕ ዘለና።
ምናልባት አባላት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ተሰምዑን እንተለኹም ወይ ይፈልጤ ትከታተሉን ኸም ዘለኹም ስለዚ ኣብ ኤርቲቪ ዕድመ እንተገርኩምለይ ናይ መንግስተይ ፖሊሲ ከበርህ ወትሩ ድልወ ስርሐይ ናይ መንግስተይ ፖሊሲ እንታይ ምዃኑ ምሕባር ስለ ዝኾነ ምስ ዝኾነት ማዕከን ዜና ክዛረብ ፍቓደኛ እየ ይቐኒየለይ ምስትያት ቤትና ምስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት
ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ